الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية مؤخرا تضمن بحسب رئيس اتحاد الغرف محمد شقير اجماعا في التخوف من الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. كل القطاعات اللي نحن بنمثلها واللي ممثلين بالهيئات الاقتصادية شايفين الانهيار الاقتصادي، نحن عم نعيش انهيار اقتصادي بالبلد. هذا الانهيار صاحبه غياب لكل المؤشرات والارقام الاقتصادية. خسرنا كل شيء، ما بقى في شيء نحكي، يا ريت عندي رقم قال لك نزلنا 30 و40% مثل قبل 3 اشهر و4 اشهر كنا عم نحكيها. اتمنى ارجع انا اقول لك لا نحن نزلنا 30 40%، اوتيلاتنا فاضيه، مطاعمنا فاضيه، مؤسساتنا التجاريه عم تنهار وحده ورا وحده. شقير الذي وصف الوضع الاقتصادي بانه اسوأ من الوضع السياسي حذر من انه سيؤدي الى مشاكل اجتماعيه كبيره ستكون كلفتها باهظه، مناشدا رئيس الجمهوريه باقامه طاوله حوار اقتصادي لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد. المطاعم عم بتسكر، مؤسساتنا عم بتسكر، طيب وين وقت ما في 3 فنادق خلال اسبوع قبل استشهاد اللواء حسن الله يرحمه، 330 موظف استغنوا عنهم، يعني 330 عائله، هدول وين صاروا؟ صاروا ببيوتهم. اما المسؤول بحسب شقير فهي الحكومه التي لم تستلم ملف اقتصادي واحد منذ توليها ونجحت بانجازه، كما غابت في زمنها الثقه لدى المستثمر الاجنبي وهبطت نسبه الاستثمارات. ويقول شقير ان الاخطر من ذلك ان هناك الاف الشقق واربع استثمارات فندقيه واراض يملكها خليجيون معروضه للبيع، متسائلا ان الحكومه بدل التمسك بهؤلاء تسعى الى اقتراح ضرائب لفرضها عليهم وعلى المستهلك اللبناني. لبنان كالسفينه التي تتقاذفها الامواج في اعز العاصفه، غياب للأمن والاستقرار وعودة للاغتيالات وانكماش في الاقتصاد المتراجع أصلا، وموسم عيد غاب عنه السياح استبدلته الفنادق بإغفال طوابق بأكملها والمطاعم والمؤسسات التجارية بتسريح موظفين لتعويض نزيف الخسائر. من بيروت باسل الخطيب، تلفزيون المستقبل.